الى محمد السهلاوي، السهلاوي يحاول القدم لكن علي الشهري معه، السهلاوي يحصل على الكره، يحاول يمرر، يمرر كره ممتازه، سعد الحارثي مع ثلاثه لاعبين والكره مقطوعه تطلق في قروه، في قروه في الدقيقه الرابعه عشر يحصل على ما يريد النصراويون ويسجل هدف التعادل في الدقيقه الرابعه عشر من كره مرتده كانت لصالح النصر، مرت من احمد عباس كرة إلى محمد السهلاوي، السهلاوي بذل مجهود كبير في الناحية اليمنى، مرر لسعد الحارثي، سعد الحارثي كرته تمر إلى فيكتور بيغاروا اللي يجد أمامه مرمى منصور النجعي، يضعها بذكاء، يضعها في الزاوية الأرضية اليمنى على يمين حارس القادسية منصور النجعي، وهدف أول للنصر، هدف التعادل في المباراة. تابعها مرة أخرى، هذه كرة ممررة جميلة كانت إلى فيكتور بيغاروا، وبيغاروا يحرز هدف أول لصالح النصر في اللقاء، هدف في الدقيقة الرابعة عشر من زمن شوط المباراة الثاني. هدف التعادل للنصر، هدف ما بحث عنه النصراويون خلال مجريات شوط المباراة الثاني بكل تأكيد، والتغييرات التي حصلت. من سعد الحارثي لفيكتور بيغاروا، وهنا الدخول من معين الشعباني على بيغاروا وخطأ داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء نصراوية. 15 ركلة جزاء في المسابقة، 12 ركلة سددوا، 3 ركلات في مباراة اليوم في التعاون والنجران وضيعت ركلة. هنا الركلة 16 من عبد الرحمن القحطاني باتجاه المرمى مباشرة، هدف ثاني، هدف ثاني من عبد الرحمن القحطاني، هدف ثاني لصالح النصر في الدقيقة 34 من زمن شوط المباراة الثاني، هدف نصراوي يقلب بها النتيجة النصر. الدقيقة 14 شهدت هدف التعادل، الدقيقة 34 شهدت الهدف الثاني من عبد الرحمن القحطاني من عن طريق ركلة جزاء. عبد الرحمن سددها بقوة، منصور النجعي اتجه للمكان المناسب ايضا لابعاد هذه الكرة، ولكن قوة الكرة وتسديدها المحكم جعل الكرة في المرمى، هدف ثاني لصالح النصر في الدقيقة 34 من زمن شوط المباراة الثاني. اذا ايضا عبد الرحمن القحطاني كمان او محمد السهلاوي، محمد السهلاوي، محمد السهلاوي صاحب هدفين في دوري زين السعودي للمحترفين، صاحب 3 اهداف في دوري زين السعودي للمحترفين، واحد منهم من ركله جزاء امام الفتح. السهلاوي امام فريقه السابق القادسيه، سجل في البدايه عبد الرحمن القحطاني في الدقيقه 34 في مرمى الجار السابق القادسية، هو لاعب الاتفاق السابق. هنا محمد السهلاوي لاعب القادسية السابق يسجل في مرمى القادسية، يسجل هدف ثالث للنصر في مرمى القادسية، هدف في الوقت بدل الضائع من زمن شوط المباراة الثاني، هدف ثالث وفرحة نصراوية بهدف ثالث وبانتصار ثالث في دوري زين السعودي للمحترفين. النصر يحصد النقطة الثانية عشر في دوري زين السعودي للمحترفين،